صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. الخلق قد يأتي بمعنى التقدير، يعني معنى من معاني الخلق تقدير. بناء على هالمعنى، إذا كان الخلق يجي بمعنى التقدير، معنى ذلك أن الله عز وجل يشير إلى حقيقة سنمر عليها إن شاء الله خلال البحث، ولا بد لنا من الوقوف عندها قليل. موضوع الزواج والزوجين، أولا الزوج يطلق على المشاكل، يعني اللي إلى فرد، الفرد اللي إلى فرد من جنسه يقال له زوج. كل فرد له فرد من جنسه يشاكله يسموه زوج. هذا بالمعنى معنى المشاكلة المماثلة. أكلاء الزوجية بالمعنى الجنسي، يعني الذكر والأنثى، نبه لي. ولذلك الآية الكريمة هنا طلعت المعنى الأول، مو وإن كان المعنى الأول موجود، المشاكلة موجودة هي ضمنا، لكن هنا مقصودها بالزوجين الذكر والأنثى يعني من يخرج منهما النسل، زوج والزوجة. طيب، أولا الآية الكريمة بها إيماء إلى أن هذا الطريق الطبيعي الذي وضعه الله عز وجل امتداد النوع. شلون يعني؟ يعني قد واحد يقول ليش مثلا هالتعب هالعناء هالمشقة، ما كان ممكن الله عز وجل مثل ما يخلق بعض الكائنات الحية من التراب تطلع من التراب وتلزم طريقها تقوم تمشي؟ هالمشقة هاي وهالعناء، الأبو مثلا مشقة وعناء مال تربية، والأم مشقة وعناء مال الحمل، تحمل ثم تضع ثم تربي دور الحضانة، يعني هالمشاكل اللي تمر على الإنسان في خلال طفولته، والطفولة الإنسانية طفولة كبيرة. تملاحظ يعني الآن أنت شوف البيضة لما تنفلق عن الفرخ، رأسا الفرخ يطلع يلزم ضربة يقوم يمشي. تلاحظ بعض الكائنات الحية الأم تلد رأسا يقوم لهذا ويوقع مرة مرتين وقام قام يمشي راح خلاص، وندل ضربة وانصب على رزقه. لكن طفولة الإنسان لا، طفولة طويلة ممتدة، يطلع يحتاج أولا إلى أن يحمل على الأيدي ويرعى، ما عنده كساء طبيعي، كساء غير طبيعي. الكساء اللي عنده كون نجيب له من برا، نجيب له ملابس من الخارج، بينما الكائنات الحية الأخرى تولد مجودة بغشائها الطبيعي بكشائها، يطلع عنده صوف أو شعر يستر جسمه يغطيه غطاء من بينما الإنسان لا، يحتاج إلى إيدة حمله، ويحتاج إلى خرقة يلف بها، ويحتاج إلى أن يوجه في بدايته ونهايته. شو تنبه؟ هاي البداية والنهاية هم كذلك، هم يحتاج إلى خرقة يلفوا بها، ويحتاج إلى أن يحمل على الأيدي، مو وترحم علي محمولا قد أخذ الأقرباء أطراف جنازتي. هذا هاي تصور، هاي وهزة المهد
في أيدي قوابلنا كهزة النعش عند الحمل أحيانا، والعمر حبات أسلاك تفرقها أنفاسنا، وصفيح اللحد مأوانا. أي البداية، حلقات البداية متصلة بحلقات النهاية. طيب، في هذا يعني واحد يدور سؤال بذهنه، يقول يعني ما كان ممكن أن الإنسان مثلا يجنب الحقيقة؟ هذا التساؤل ما إلى مورد، ما ينبغي الإنسان يقعد يقترح على الله أو يتساءل، لأسباب. أولا، الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، زين؟ وثانيا، الله عز وجل حكيم عليم، والحكيم لا يصدر منه إلا ما يتناسق مع الحكمة والصواب، وأفعال الله عز وجل ما يمكن أن نجعلها عرضة للتساؤل. ليش؟ لأن الله عز وجل خلقنا وهو أعلم منا بأنفسنا وبمصالحنا. بعدين، الحكمة الظاهرة واضحة، أن هذا إنما صار الإنسان ينولد عن طريق التزاوج، عن طريق لقاء الأبوين، حتى تنشأ علاقة كبيرة بينه وبين أبويه. أنت ملاحظ الحيوان أكو عنده علاقة بنسبة معينة، لكن مو لدرجة العلاقة الإنسانية. العلاقة الإنسانية امتزاج، ارتباط، تفاعل مستمر، تبادل عواطف، يعني علاقة مهمة جدا، يعني نوع من الوشائج الروحية تنشأ بين الأب والأم، نعم، والولد. وأنا الصور قبل ليلتين ذكرت لك رأي هاي بياترش اللي تعتبر من أضخم من علماء النفس الضخمين، تقول أن العلاقة بين الأم وطفلها مو علاقة ثنائية، علاقة ثلاثية، يعني أم وأب وطفل. لأنه إذا الأب مو موجود أو الأم موجود أو الأب موجود والأم مو موجودة، ينعكس هذا على الطفل نفسه، ينعكس وما ينشأ الطفل نشأة طبيعية، ينشأ عنده نقص، ما عنده تلاؤم عاطفي. ها؟ فإذن هاللون من الولادة والتربية والطفولة الطويلة شو يترتب عليها؟ يترتب عليها أولا وجود هذا اللون من التناغم العاطفي، زين؟ ثانيا، تفجير ينابيع الرحمة في قلب الأبوين للطفل. هذا الطفل ما يلقى له نبع من الحنان والرحمة إلا عند الأبوين. ليش؟ ولذلك الله عز وجل أراد أن يقابل هذه الرحمة برحمة مثلها. إيش قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب ارحمهما كما ربياني. شلون أغدقوا علي نبع من الرحمة؟ أنت ملاحظ هذا الطفل إذا تشبث بصدر أبيه أو تشبث بصدر أمه، ما في شك أن لا ما يريد يفارق الأب والأم أبدا. مو فرد يوم اثنين نساء اجن يتنازع عن الطفل، فأيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هاي تقول الطفل إلي وهاي تقول الطفل إلي، واثنين هن لا هذه عدها بينة ولا هذه عدها بينة، بس مجرد النزاع. وكلما أراد أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يردعهما عن النزاع تمسك، هاي تتشبث وهاي تتشبث، قالوا زين مسألة سهلة، جيبوا لي سيف، جيبوا لي سيف، أنا الآن هذا أشق نصين، نص لهاي ونص لهذه. واحدة قالت لي يا أمير المؤمنين أنا تنازلت، ما أريد هذا، ما مو إلي. قال خذي الطفل، ما طول تنازلتي أنت خذيه. لأن هاي تدفقت، انفجرت عواطفها، انفجر هالنبع من الحنان عندها، انفجر. ما في شك أن هالنبع من الحنان على الطفولة، لأن الطفولة هي التي ترطب أجواء الإنسانية. وحياتك لو ما الطفولة، الطفولة هي جنة الدنيا، لو ما الطفولة الدنيا جحيم. كيف؟ ليش جحيم؟ لأن الدنيا أنت ويا من تتعامل، تتعامل ويا الكبار، الكبار كلهم بلاية، حقد وحشد ولؤم وعداوة وبغضاء
وطلايب عريضة طويلة، ها؟ بينما هذا الطفل صفحة بيضاء بريئة، ضحكت على رسلها طبيعية، وبشيت على رسلها طبيعية، ما بيها غش من وراها. وقد تلقى بعض الناس إذا ضحك لك ما تعرف شكو ورا ضحكته، اي نعم، وما تعرف شكو ورا بكاءه، ها؟ واتخطر فد يوم طبوا اثنين يتنازعون على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، واحد منهم يبكي، قال الإمام ابعد ابعد ابعد، إن أبناء يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. فالواقع ما تعرف أنت هذا شنو وراء بكاءه وشنو وراء ضحكه، بينما الطفل لا، بريء واضح، صفحة بيضاء، الطفولة ببراءتها. فإذا هالجانب هذا جانب جدا مهم في طفولة الطفل وامتدادها. إذا الزواج طريق الطبيعي لامتداد النوع، ولذلك الله عز وجل يقول خلق الزوجين، لأن ذولا هذا أكو تضايف الزوجين، يعني ما ينعرف الزوج إلا بالزوج، تضايف. فهذا ذولا الزوجين خلقوا إلمن، لماذا؟ للالتقاء، للتزاوج، ولإمداد النوع، حتى نمد النوع. بيش نمده؟ نمده للنوع بالذرية، وإن كان هي يعني إذا شوي نرجع إلى شيء من شو أسمي أنا، ما أسمي تشاؤم، لا، فهم لواقع الحياة. هاي الفرحة اللي نحصلها إذا انولد طفل عند الأبوين، وفرحة، وصارت الأم تلهل مثلا، أو الأب يبسم، أو يعتبر أن أمله تحقق بالحياة، هذا الله لا يبلي واحد بعزيز. إذا بلحظة من اللحظات راح من عنده، هذا شوف شو يصير. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. صحيح هذا ساعة الميلاد يفرح، لكن حزن ساعة يعادل الدنيا كلها. إذا شال واحد من أعزائه وصل إلى القبر، وهذا يومي المنظر قدامنا وقدام عيننا. مش يقول النبي صلى الله عليه وآله، يقول لو تعلم البهائم ما تعلمون من الموت لما أكلتم من لحومها سمينا. لو البهائم تعرف الموت مثل ما أنتم تعرفوه وتحش بيه، كان ما أكلت لحم سمين أبدا، كان ضعفت أجلت. لكن إحنا الإنسان الله رحمه شوية بالنسيان، رحمه بالنسيان. مو يقول محمود الوراق، يقول نراع لذكر الموت، نراع لذكر الموت ساعة ذكره وتعترض الدنيا، فنلهو ونلعب يقين كأن الشك غالب أمره عليه، وعرفان إلى الجهل ينسب. أعود للموضوع. إذن الآية تقول خلق الزوجين، يعني حتى يتم هذا قانون الحياة، قانون إمداد الحياة بالنوع، يستمر النوع في تغير مستمر، الآباء يرحون ويجون الأبناء، والأبناء بعدين يرحون ويصيرون آباء ويتركون أولادهم، وتبقى الدنيا هكذا على هالمسيرة. طيب معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن الوقوف بوجه هذا القانون وقوف بوجه الفطرة. شلون يعني وقوف بوجه الفطرة؟ الله عز وجل ما وضعنا قانون امتداد النوع، وابتغوا ما كتب الله لكم. ايش كتب الله لنا؟ كتب لنا ان نخرج النش، حصل على الاولاد. اذا واحد وقف بوجه هالقانون شلون نوقف؟ انا اقول لك هاي الوقفات اللي تشوفها عندنا. اول وقفة، اول عقبة، العقبة المادية، يحط لك مهار عجيب غريب. هذا المهر لازم يكون كذا، ما يصير فلان وفلانة أكو في زواجهم صار نوع من بعض الممارسات، صار نوع من مثلا التشريفات المعينة، الإنفاق، الإطعام، هاي هالمشاكل تخلقها، تخليها في طريق الزواج هالنوع هذا. ما أصبحت الناس الآن عندها القدرة على هاللون من التصرف. أنت مشلب لي والله ليش بنت فلان، أنا بنتي مو أقل من بنت فلان، وهي تقول أنا ابني مو أقل من ابن فلان، اللي سووا له حفلة بالمكان الفلاني
وسوالة كذا وكذا، حطت لها عقبة بطريق الزواج، وظل هذا يريد يوصل إلى ما وصل إليه الآخرون إلى أن يكبر. البنت تعنشت والولد ظل عازب، وانتهى الأمر إلى الفساد وإلى التضعضع. طيب، هي عقبة غلاء المهور، هذه لا العقل يرضى بيها ولا الشرع يرضى بيها. الشرع يقول يصح أن يكون المهر ما يتمول ولو كف من الحنطة. طيب، والعقل يقول أن هذا لا يقرب سعادة ولا يبعد ألم أبدا. احنا نعرف اكو ناس لو تجيب للدنيا كلها مهر، اذا هو داخله مو مرتاح، ما عنده سعادة بالداخل، والله ما يغير من الواقع شيء أبدا. قد تلقى لك كوخ يتفجر بالسعادة، وتلقى قصر يعيش الآلام والأحزان. ها، ما في شك، ما له علاقة يعني وجود المادة وعدم وجود المادة. صحيح المادة عامل مساعد على السعادة، لكن مو هي السعادة. المادة مو هي إن عامل، صح، عامل مساعد يعني بمقدار ما يخلي الإنسان لا يظل عرضة إلى الانحدار. يعني إذا ما عنده يظل أفرض عرضة للضياع، عرضة للعوز، للفاقة، وهذا ما يريده الله عز وجل لعباده. لكن أكثر من هذا لا، أكثر من هذا لا تضعون عقبة في طريق الزواج. هذه واحدة من العقبات. العقبة الثانية العقبة العرقية. العقبة العرقية هي فد عقبة متحكمة لا سبيل إلى إزالتها. يعني أكو بعض الناس يتصور أن دماء هاي دماء من الدماء اللي ما أكو دم يشابهها، هو مميز. شلون مثلا يطي الآل فلان؟ ما يصير، لأن هو دم غير دم، هو جنس غير جنس، بيت غير بيت. والغريب ياهو اللي تلزم عندنا من بيوتات العرب عندهم هالظاهرة، مو بس العرب والله، لا، حتى الشعوب الأخرى تلقى عندها الظاهرة هاي، ظاهرة العرقية، أن هذا ينتمي إلى فصيلة دم درجة أولى، هذا ينتمي إلى فصيلة دم درجة ثانية. الشال بعض الآخر تقول له تعال، شنو يعني ينتمي إلى فصيلة أم درجة دم درجة أولى؟ يعني شنو؟ لك إيه يعني هذا إلى مكانة من الأصلاء على هالتربة. تقول له التربة شنو؟ رمل غير؟ هي شنو التربة يا أخي أرجوك؟ هي رمل، أنت ابن الرملة وهو ابن الرملة، كلكم لآدم وآدم من تراب. نعم لك حق تقول لي أن هذا يفقد بعض الصفات المؤهلة، هذه الشان مر عليها إن شاء الله. الصفات المؤهلة، وإن كان عندنا هاي الصفات المؤهلة ما جاي تأكل ولا تشرب. ما نسأل أن هذا لما إجا يخطب ويا شوية رصيد طيب من الفلوس ها ومركز، ما نسأل هذا شنو بالليل، ليلة وين، نهارة وين، شي يسوي، شنو شغله، ها خمار لو مو خمار، منحال لو مو منحال، مو مؤدب لو مو مؤدب، هاي كلها ما لها حساب عندنا. إلى حساب إيش قد عنده رصيد ها وإيش إلى مركز. وهذا ما يحقق السعادة لا للبنت ولا للولد ولا للنسل أيضا. إذا جاءكم من ترضون دينه، سيمر علينا إن شاء الله. ها، إذن في واقع الأمر العقبة هاي اللي إحنا العرقية اللي نخلقها، أن فلان ما يناسب فلان، يوصل الأمر قالوا للواحد من رؤسائهم تعال هنا أنت شو بعكس الناس. الناس بالليل بالنهار عندهم أخدان، عندهم جماعة يقعدون وياهم، شو أنت لا عندك رفيق ولا صديق؟ قال هذول ما حد من عندهم يصلح أن يكون رفيق إلي. قالوا شامنه اللي ينادمك ويكون رفيق إلي؟ قال إنما ينادمني القمران، الشمس والقمر بس، هذا هو. هذا فد مخ ماش بيه ملخبط، ها؟ في من هالنوع موجودة هالعقلية هاي، أني أنا من دم مميز. من العقبات اللي توضع الطبقة الاجتماعية، الطبقة الاجتماعية حطوها عقبة من العقبات أيضا. يعني الغريب أنا ما أحكي لك على مستوى الناس العاديين، أحكي لك على مستوى فقهاء، وهذا البلاء، بلاء فقهاء في تاريخ المسلمين. الفقهاء في طبعا من غيرنا مو من المذاهب الأخرى،
الفقهاء في طريق في طبقة من في تاريخ المسلمين يجون إلى الطبقة يعتبرون الطبقة تتدخل في تحديد الكفاءة، أن هذه أبوها مثلا افرض عند مهنة بسيطة متواضعة، وعند سيارة ينقل بها الناس مثلا، مهنة متواضعة، هذه ما تصلح خطبته للبنت اللي أبوها مثلا بزاج يبيع القماش مثلا، يقول له منين لك هذا، أنت منين جبتها، تحكيم الطبقة. يقول إيه الكفاءة ما حددها الشارع، الكفاءة معنى عرفي، وإحنا نسأل العرف، العرف نقول له هذا كفو لهذا، يقول لا هذا مو كفو. أنت إذا تحكم العرف ما تنتهي إلى نتيجة، مو دائما يحكموا للعرف، العرف بعض الأحيان الشارع يقر بعض المتبنيات العرفية، ذيك الوقت نطيها شوية صفة مشروعية. أما إذا يصير البناء نجي إلى الهوش عند بعض الناس ونتبع الهوش عند بعضهم ما ننتهي إلى نتيجة. قصدي العقبات، أنا ما أريد أعددها طويلة، العقبات اللي تقف في طريق الزواج يأمر الشارع بإلغائها، وأن لا نقف بوجه المسار الطبيعي، لأن الله خلق الزوجين للنسل، ولما خلق الزوجين للنسل يريد من عندنا أن لا نوقف في طريق إمداد الإنسانية بالجيل. طيب، ولهذا يعتبر الزواج حصانة. شلون حصانة؟ وفرد يوم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قاعد ويما مجموعة من 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 الناس، ومرت امرأة جمالها شوية جمال يأخذ بالأبصار، يعني صارخ جمالها، هذولا شرأبت أعينهم إلها. التفت الإمام قال إن أبصار الفحول طوامح، من رأى منكم امرأة من هذا فليرجع إلى أهله، فإن عندها ما عندها. زين، إذا ما عنده أهل وين يروح هذا؟ زين، تعلينا هالأيام هنا، تعال شوف هالأيام، تيجي مولانا أقلها فرد 100 قناة فضائية، وهالمئة قناة فضائية دائما تعرض لك الجسد بكل تفاصيله عاري عاري تماما. هالإثارة تجي إلى الشارع تشوف الجسد العاري، تدخل إلى المحل تشوف الجسد العاري، تروح إلى المدرسة تشوف الجسد العاري، تقرأ الكتاب تلقى الفكرة العارية، كلها عري في عري، دنيا مال عري. وهذا شاب وبعده في قوته ويتعرض إلى هالمؤثرة وموجدها، ما يقدر يصمد أمامها، يوقع ينهار، وما أكو مناعة وما أكو تربية. أرجوك تفضل تعال إلى مناهجنا بالمدارس، ما عدنا في مناهجنا بالمدارس فرد عناية بتركيز الأخلاق في نفس الطالب أبدا، هذا عنده فيزياء لازم يتقنها، عنده كيمياء لازم يتقنها، عند فلك لازم يتقنها، عند مواد رياضية لازم، هذا هو. ما أما قضاء أخلاق جايب الأخلاق، احنا عندنا مسجد احنا ندرس علم، إذن الأخلاق خليها بالمسجد، ويا ريت المسجد هم يعلم أخلاق، لا يعلم من هالمتصاعدات المتنازلات صاعدين للسماوات ونازلين للأرض، من هالحكي لا إلى أول ولا إلى آخر. شوية تنبهوا إلى تربية الجيل، جابكم إلى جوانب جانبية لا إلها، لا تأكل ولا تشرب، على هالجيل هذا البائش وجهوه إلى شيء من تربيته ضمن نطاق الأسرة، تربيته ضمن نطاق المجتمع، غذوا أخلاق آل الرسول الصحيحة، لا تودوا يمين وشمال، هذا البلاء المبرم اللي تشوفه. فإذا الواقع الزواج مثل ما يقولون يشتر حصانة، حفظ دينه، فيبقى الباقي يأخذ من التربية الطيبة. ولهذا احنا نلاحظ ان الفقهاء هل حكم هذا المباح، يقولون اذا تاقت نفسه توقان شديد بحيث ما يقدر يصبر يصبح واجب عليه الزواج، اذا لا والله تاق مو يصل الى درجة ما يقدر يصبر لا يصبح مستحب، اذا لا والله ما عنده كفاية
ما عنده يعني المرأة يعرضها للضياع إذا تزوج، هو نفسه ما يقدر يشيلها. هي المسألة مو بس يتزوج، إذا كل وقت يأمره بالصبر إلى أن يتهيأ يحصن نفسه بشيء من الأخلاق إلى أن يهيئ هالمواد البسيطة اللي تأهله للزواج على أي حال. وأنه خلق الزوجين هاي ناحية. الأمر الثاني اللي نستفيد منه من الآية، تنبه لي للنقطة هاي، خلق بمعنى قدر، ومعنى قدر يعني هو يتحكم بنوعية الجنين. نوعية الجنين ذكر لو أنثى الله عز وجل يتحكم به، لا المرأة ما لها علاقة بالموضوع. الله يقدر، يهب لمن يشاء أناث ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وأناثا ويجعل من يشاء عقيمة. تخطيط بيد السماء، لأنه هاي البويضة الملقحة لما نجي للصبغيات مثل ما يقولون علماء الفن، الصبغيات بيها كل بيضة ملقحة أكو بيها 22 صبغي جسمي وصبغي واحد جنسي اللي هو إكس كما يعبرون عنه، واللي يحب شوية يقدر يرجع إلى كتب الطب يتعلمها. هاي اللي يتحكم بتحديد الجنس منه يعني الذكر والأنثى في رحم المرأة، منو تتحكم به؟ تتحكم به نطفة الأب، نطفة الأب. الأب إذا لقح البويضة نعم بصبغي إكس مثلا أو بصبغي واي كما يقولون أطباء، إذاك الوقت يتحدد نوع الذكر أو الأنثى، راح يصير الجنين أنثى أو يصير ذكر. طيب إذا كان كذلك شنو ذنب هالمشكينة هاي الحملات عليها؟ إذا جابت بنت قامت القيامة، شنو أنا ماخذ مرأة لو عندك خان مال بنات؟ شو هالحكي؟ شو ذنب هاي؟ يعني الغريب هاي الظاهرة ورثناها كميراث اجتماعي، ميراث أخذناه من الآباء. عندما كان الواحد من عدهم يوقف ويتصور أن الأنثى إذا إجت ما إلها مكان إلا القبر، مو يقول شاعرهم يقف، يقول الموت أخفى سترة للبنات، الموت أحسن ستر، ودفنها يروى من المكرمات. ألم ترى الرحمن عز اسمه قد وضع النعش بجنب البنات؟ أكو ذني المجموعة الكوكبية هاي بنات نعش نسميها بالسماء، يقول بنات ونعش يعني البنت يمها التابوت رأسا بس تطلع حطها بالتابوت وتفنها. من لك الفلسفة هاي؟ قد وضع النعش بجنب البنات يعني معناه يشيل البنات شنو الفرق؟ هي بالعكس هاي البنت أكو عندها مزايا، عندما تجي إلى الوالد قد ما توجد عند الولد، أكثر عطف، أكثر حنان، أكثر مودة، أكثر خدمة بالبيت. وأكثر من هذا لو تشوف الروايات الواردة في ثواب تربية البنت، إذا اثنين أو ثلاثة عالهن وأحسن تربيتهن كن طريقه إلى الجنة. نعم، فهالروايات الواردة عن الرسول وعن أهل البيت سلام الله عليهم، يعني واحد في يوم من أصحاب الإمام الصادق طب شوية على غير عادته مغندب مثل ما نقول، سأل الإمام ما بالك؟ تمام، ما عادتك الطب تضحك، شو وجهك الآن؟ قسمات وجهك مكفهرة. واحد من أصحابه قال لابن رسول الله اجت بنت، التفت له قال لك أنت تغير خلق الله؟ ومنو قال لك أن هاي البنت أنت ما إلك بيها عطاء أكثر مما إلك عطاء من الولد؟ الله يثيبك على هذا، والله اختار لك، أنت تخالف ما اختار الله؟ الله عز وجل هو الذي يهب. فإذا إذا كان التقدير شوي التفت للتقدير، وخلق الزوجين الذكر يعني قدر، يعني الباري عز وجل المعادلة بيده، هو يخلق ذكور ويخلق أناث ويعرف هذا شنو صالحه ويعرف هذا شنو صالحه. فالفرد المسلم عليه الإذعان لإرادة الله عز وجل، لا يقعد يقترح على الله، لا ما يخلي يدعو ما بيها شيء. مو احنا لما ندعو يقتضي ان نكون واقعيين بدعائنا، الدعاء شيء علمنا
شو الإمام شو يقول؟ يقول في دعاء ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. أنا شو مدريني أن هذا اللي ما يجاني ألم من صلاحي؟ لا، لأن أنا تحت ظل كائن، تحت ظل إله محيط بكل شيء، تحت ظل الله عز وجل، والله اختار لي. ولهذا الصلحاء لما يقولوا لهم ايش تختارون، يقولون نختار ما اختاره الله عز وجل لنا، احنا ما عندنا اقتراح على الله ابدا. يعني الله هو الذي يخلق، يخلق الذكر ويخلق الانثى، وهذا الى مجال الطبيعي وهذا الى مجال الطبيعي. زين، الساعة ظلت عندنا نقطة شوي تنبه لها. زين، بعد ان عرفنا ان التقدير من قبل الله عز وجل، هاي النقطة يثيروها المفسرين، وهذه ايضا من رواشب المجتمع. شلون يعني من رواشب المجتمع؟ اكو شيء هنا ينبغي ان الفت نظرك الى، احنا مرة يجينا شعاع الشمس رأسا، اذا اجى شعاع الشمس رأسا نشوفه كما هو ابيض بطيوفه المعروفة، مرة لا، ناخذ شعاع الشمس منين؟ من وراء زجاجة، اذا مر بالزجاجة ياخذ لون الزجاجة. يعني افرض زجاجة مصبوغة بالاخضر او زجاجة حمراء او زجاجة صفراء، الشعاع ايش يطلع من ورائها؟ يطلع من الزجاجة الصفراء يطلع اصفر، من الخضراء يطلع اخضر، من الحمراء يطلع احمر، هو واحد شعاع الشمس، لكن اللي يلونه شنو؟ الموضع، ها؟ نفس الموضع يلونه. كذلك احنا الان لما نجي الى النص، النص القرآني او النص من الحديث النبوي، لو ناخذه على 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 وضع الطبيعي مثل شعاع الشمس، لا نفسره تفسير طيب، لكن اذا مر بمخنا شو نسوي عليه؟ نسوي عليه عمليه اسقاط مثل ما يقولون، يعني نلونه بمخنا ونطلعه، يعني رواشبنا نذبها على النص. لما تقرا النص ما تقرا النص، تقرا رواشبنا. ها، خل اقرب لك المعنى. يعني الآن لما يجون إلى هالآية وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، طيب خلق الزوجين، يقول ليش قدم الذكر على الأنثى؟ أي معناه أن الذكر أفضل. شوف، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، أول ما ذكر الذكر ثم ذكر الأنثى. لو يريد يقدم قال خلق الأنثى والذكر، ليش خلق الزوجين الذكر والأنثى؟ تقول له زين، لو أردنا أن نقدم الأنثى يجي نفس الإشكال عين، هم ليش قدم الأنثى معناه الأنثى أفضل؟ مو تتصور هذا اللي بالرواشب اللي بذهنه يحاول أن يحملها للنص، النص مو يم هالمعنى أبدا، هو لابد من عنده هذا، يذكر هذا يذكر هذا، وهذا ما يقتضي التفضيل أبدا، ما يقتضي التفضيل، وإنما هو سياق للقول. ها، إذن خلق الزوجين الذكر والأنثى مو معناه أن هذا يشعر بأن الذكر أفضل من الأنثى. وحقك وإن كان هي مو قاعدة، لكن أكو بعض الأناث يمكن إذا تبطيني بهم مدينة من بعض الذكور ما أبدلهم. لا والله، يعني شو الصورة؟ شو عندنا أكو أناث في تاريخنا؟ ها، يعني شنو نمط مشرف؟ يعني مو ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، الدنيا كلها، مو النبي صلى الله عليه وآله يقول حسبك من نساء العالمين أربع، ها، خديجة بنت خويلد وآسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يعني هذا هذا هذه الجيوش من النساء، سيدة نساء العالمين، النبي صلى الله عليه وآله ينتخب منها النمط المميز. المميز معنى ذلك أن المرأة أحيانا قد تعادل دنيا، وبعض الرجال أيضا قد يحمل هالخصيصة قد يعادل دنيا. فالمسألة ما إلها علاقة أن كل ذكر هو أفضل من كل أنثى أبدا، ماكو من هذا شيء أبدا. المسألة إذن هذا التقديم والتأخير ما إلى علاقة بالتفضيل أبدا. زين، خلق الزوجين الذكر والأنثى. زين، نرجع بعد، قلنا إحنا في صدر البحث أن الزوجية، تنبه لي والله لهالنقطة، قلنا أن الزوجية
يعني المشاكلة، يعني الفرد اللي إلى من جنسه مشاكل نسميه زوج. هاي بالمعنى بمعنى الزوجية غير الجنسية. الزوجية الجنسية لا، الذكر والأنثى. نبه لي، يعني الله عز وجل خلق هالقانون العام. نبه، القانون هذا من القوانين العامة. الآن الكون كله يخضع لهالقانون العام، وهذا أدل دليل على أن القرآن من الله. لأن دول يقولون القرآن جاء به هذا النبي اللي يدعي أن هذا كتاب الله، لا هذا مو كتاب الله، هو جابه من عنده. لكم ليه؟ الآن كلها قبل فترة بسيطة يا الله اهتدى العلم إلى أن الأشياء اللي موجودة بالكون تخضع إلى قانون الزوجية العامة. قانون الزوجية العامة يتحكم بالكون. الماء يخضع إلى قانون الزوجية العامة، الهواء يخضع إلى قانون الزوجية العامة، المادة بكل مظاهرها تخضع إلى قانون الزوجية العامة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. إذن قانون الزوجية العامة ما اهتدى العلم إلا قريبا. الآن قريب عرفوا أن هالأشياء اللي كلها عندنا بالوجود كلها ذكر وأنثى، كل شيء بالوجود تشوفه ذكر وأنثى. فإذا كان كذلك، منين النبي هالمعلومات؟ منين جابها؟ منين جاب هالمعلومة؟ هالقانون العام، قانون الزوجية، لو لم يكن هذا من السماء، القرآن أراد أن يبرهن على أنه كتاب الله وأن النبي حمل وحي السماء، فوضع بعض هالقوانين قدمها كدليل حتى يؤمن الناس بنبوة هذا النبي العظيم. خلق الزوجين الذكر والأنثى. زين، هذا أكو عندنا هنا شيئين، عندنا قانون تكويني وعندنا قانون تشريعي. القانون التكويني المرأة للرجل والرجل للمرأة، ما يفرق أن تكون المرأة أوروبية أو من الشرق أو من المنطقة المتوسطة، المرأة في كل مكان هي مرأة بكل مواصفاتها، والرجل في كل مكان هو رجل بكل مواصفاته. هذا نسميه قانون التزاوج التكويني. قانون التزاوج التكويني. أكو عندنا لا قانون التزاوج التشريعي. هذا شنو قانون التزاوج التشريعي؟ يعني احنا ما نكتفي بقانون التزاوج التكويني، لان اكو عندنا قوانين اخرى فرضها الله عز وجل علينا تشريعا. شنو هالقوانين؟ انا اقول لك. اول قانون اللي الله عز وجل يمنع به من التزاوج ان يكون اختلاف بالدين. اذا صار اختلاف بالدين الله عز وجل يمنعنا من التزاوج. اختلاف بالدين يعني مو مطلقا، يعني هذا الكلام اللي اقوله في حالات معينة. يعني مشرك ما يتزوج مسلمة. نبه، مشرك ما يتزوج مسلمة ابدا. المسلم منه اللي يقول اشهد ان لا اله الا الله ويقر بنبوة النبي ويتوجه يأكل ذبيحة المسلمين، يتوجه الى الكعبة يصلي. هذا لا، يجيك واحد يقول لا، لما قال النبي من جاءكم اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، هذا فلان من الفرقه الفلانيه، هذا دين احنا ما نرتضيه، ما نزوجه. هذا ليش ما ترتضيه؟ وانا ما ارتضي، هذا مو مسلم. الشهوة لا يقول ما ارتضيه وحدها كافي، ما يخالف، ما ترضي لا ترضي وما يرتضيك. لكن اذا تقول ان هذا انا ما ارتضي وتعطي التعليل، شنو التعليل؟ هذا مثلا لان من المذهب الفلاني. طيب المذهب الفلاني انا ليش لما اقدش جعفر ابن محمد الصادق او اقدش محمد ابن علي الباقر او اقدش هالشموع المتلألئة النظيفة اللي انت شايفها بتاريخك، هالمفاخر اللي كلهم علق، مو الدول اللي اشهدوا انكم كنتم نورا في الاصلاب الشامخة والارحام المطهرة، هذول اذا انا اقدشهم انا صرت في نظرك مو مسلم،
وانت تريدني اعتبرك مسلم وانت تقدس لي مروان هذا؟ ارجوك يعني ليش؟ شنو الدليل؟ شنو الدليل اخر؟ يعني انا الان جاي اخذ امتداد اشترط بي الطهارة والعصمة والبعد عن المحرمات والطريق الى ما تدري لما تجيني رواية عنه، هاي الرواية ما تدش قد انا اتعب يا الله اخذها من الامام. اولا اجل الاسناد، اجتني رواية افرض عن الامام الباقر، اجل السند، منو رجال السند اللي روى عنه؟ لازم لا يكون بهاي رجال السند واحد مخدوش به من ناحية الضعف عدم الثقة، من ناحية نقص من النواقص، وحدة. اثنين احقق النص، هذا النص بزيادة بنقيصة بتحريف بتصحيف، اتبع للنص انخل نخل. بعد ذلك اجي الى المدلول، اناقش المدلول مال الرواية، هذا مدلول الرواية سليم مو سليم، يتعارض ويا الخطوط العامة، اخليه واقع تحت رحمة شنو المرجحات الى ان اخلصه استخلصه للنص، يلا اخذ منه. انا هلقد اتعب يا الله اطلع للحكم، انت تجيني لان قال فلان حكايه وخذتها من عنده راسا وناوي على عدالته، انت ما يخالف وانا لا؟ ليش؟ شنو هالمقياس الخاطئ؟ لا، المسلمون تتكافأ دماؤهم واموالهم واعراضهم، فاكو الكفاءه الشرعيه، هاي اللي قلت لك المسلم ما يمكن المرأة المسلمة أن يأخذها مشرك. نعم، يعني الاختلاف بالدين. بعد أكو عندنا اختلاف بالأخلاق، من زوج كريمته لفاشق فقد عق رحمها. يعني أنت هاي البنت لا تتضايق من عندها تشيلها رأسا بمجرد أن إجاك هذا، لمجرد أن أبوه عنده مركز أو بيتهم مثلا معروف أو عنده أموال، ويجيك الإنسان الطيب المتواضع اللي عنده أخلاق المحتفظ بدينه اللي سلوكه مستقيم، هذا لمجرد أن مثلا خامل مو من بيت لاهب لا، هاي لا تظلمها للبنت أبدا، لأن هذا ما راح يحقق لها سعادة. أطيها أظفر بذات الدين تربت يداك، يقول النبي صلى الله عليه وآله. خليك تدور أبو الدين اللي عنده دين، لأن اللي عنده دين إذا كرهها ما يظلمها، وإذا أحبها يعطيها حقها. إذن هالجانب وهو جانب الاختيار من ناحية الأخلاق والسلوك. وبعد كفاءة أفرض بجوانب ينصون عليها بعض الفقهاء والبعض الآخر ما يعتبرها. إحنا عدنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما أريد أطول شوي ليطلع بي الموضوع عن البحث. أجي إلى رواية، ما طول وصلت لهنا، الرواية واردة عن الإمام سلام الله عليه، يقول لولا علي لم يخلق لفاطمة كفو إلى يوم القيامة. شنو؟ ليش؟ قد واحد يقول ليش هاي الرواية آخر؟ إحنا الآن خلينا نحكمها لهالرواية، نجي نناقشها. إذا من ناحية إسلام المسلم كفو المسلم، خلاص مسلم ومسلمة، فشنو إذن هالكفاءة؟ الكفاءة يريد بها جانب آخر. الزهراء سلام الله عليها بعد أن اعتبرت سيدة نساء العالمين على لسان النبي، وبعد أن اعتبر علي بن أبي طالب يقول للنبي أنت مني وأنا منك، مر تقول عائشة مر فرأى فاطمة وعليا والحسن والحسين فقال أنا شلم لمن شالمكم وحرب لمن حاربكم، اللي يعبر عنها بضعة مني من آذاها فقد آذاني. طيب إذا كانت جزء من رسول الله وكان علي ابن أبي طالب نفس رسول الله بنص القرآن، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، إذن التكافؤ اللي يريد الإمام ياهو، يريد يقول أن هذه أن النبي سيد الموجودات، الحقيقة المحمدية سيدة الكون كلها، وهذول كلاهما ينتمي لهذه الحقيقة، هذا نفس رسول الله وهاي قطعة من رسول الله، هاي من ناحية.
هاي غير النواحي الأخرى. علي ابن أبي طالب راهب الليل، والزهراء راهبة الليل، كانت بمخدعها إذا دخلت إلى مخدعها ظلت قائمة وقاعدة وراكعة وساجدة حتى الصباح. علي ابن أبي طالب السيف والشاعد المجاهد في ساحة الحرب، وفاطمة المجاهدة في ساحة المجتمع، التي حملت أخلاق أبيها كانت تشبه أباها خلقا وخلقا ومنطقا. علي ابن أبي طالب من النبي بتلك المكانة، وفاطمة من النبي بتلك المكانة. خل أروي لك رواية شرحبيل يقول: صبيحة زواج الإمام علي ابن أبي طالب من فاطمة، الصبح يقول أقبل رسول الله طرق الباب، دخل على فاطمة وهو يحمل بيده، دخل على فاطمة وهو يحمل بيده ضيح فيه لبن، قال اشربي فداك أبوك، وجاب الضياح الآخر علما لعلي بن أبي طالب، قال له اشرب فداك ابن عمك. هذه عبارتهم اللي يخلوها هم. وطبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الموجودات، لكن هذا من خلق الكبير، هاي من أخلاق العالية، ومما يريد أن يضفي به على هذين النشبتين العزيزتين. تقول أم سلمة: لما أراد علي بن أبي طالب الدخول على زوجته بعد أن عقد له رسول الله عليها، شوى النبي الرواية، خلي اللاحظ اللي تروى وينص عليها صاحب كشف الغمة وغيره من الرواة، يقول استدعى رسول الله بمركن. المركن هذا المكان عندنا يغسلون به أيديهم، يعني افرض اللي احنا نسميه الأناء مال الغسيل، يعني بأسمائنا العامية. زين، استدعى بمركن وضع فيه ماء، أخذ ماء وضعه بفمه وبضه في الماء، واستدعى عليا، نضح بين صدره ونحره، وصنع مثل ذلك، قال جيبوا لي هذا المركن الآخر، بض الماء من فمه فيه، ونضح بين صدر فاطمة ونحرها، ثم أخذ يد علي بن أبي طالب وأخذ يد فاطمة، فوضع يد فاطمة في يد علي، قال يا علي هذه وديعتي عندك. يا علي هذه وديعتي عندك، وضع يده بيدها. تقول أم سلمة: رأيت النبي رفع يديه إلى السماء، قال: ألف الله بينكما وجمع شملكما ورعاكما وأخرج النسل الطاهر منكما، ثم شيعهما إلى غرفتهما، قال: اللهم إنك باركت على آل عمران فبارك على آل محمد، ووضع يده على الباب ورجع. يا رسول الله، ليتك ترى هذه النشمة الطاهرة يوم جلست على قبرك. جلست وهو تحمل شحنة من الشجا والأشا، شكبتها على القبر. قد كان بعدك أنباء وهنبثة، لو كن شاهدها لم تكثر الخطب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلا، واختل قومك فاشهدهم فقد نكبوا. ماذا تشتكي فاطمة؟ اشعدها الشايلة إلى أبيها، ماذا حملتها وقفت أمام القبر؟ تريه جوانب من جسدها، ضربني
خاطب ضلوع الشبني يا با من ضربة للقاع ذبني من الناس ما واحد حشمني. رجعت يقول الإمام الصادق بقيت جدتي فاطمة حزينة باكية ما ضحكت ما شوهدت ضاحكة منذ توفي أبوها إلى أن قربت منها الوفاة تقول أسمع. قالت يا أسمع اسكبي لي ماء. تقول شكبت لها ماء اختشلت. قالت لي طلعي لي بعض ملابسي. اخرجت لها ثوبا جديدا لبست الثوب. قالت اسمع ادعي لي ابن عمي عليا. ما كان يفارقها الامام امير المؤمنين لكن ذاك اليوم اصبحت كما يقول المؤرخون كامثل ما مر عليها يعني احسن ايامها هاي الصحوة الاخيرة. قالت ادعي لي عليا. تقول دعوت لا عليا جلس الى جانبها اخذ رأسها وضعه على صدره. قالت يا ابن العم ان في صدري وصايا تختلج. قال هاتي. قالت اذا غسلتني لا تكشف عني فإني طائرة مطهرة. إذا أردت أن تخرج نعشي أخرجني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأصوات. يا علي لابد للرجال من النساء. عليك بعدي بابنة أختي أمام اجعل لها يوم وليلة وللحسنين يوما وليلة ولا تصح في وجهيهما ولا تنهرهما إنهما يصبحان يتيمان منكسران. اخر وصية ادفني ليلا اذا نامت العيون وهدات الاصوات. اخرجها عندما تناصف الليل انزلها الى القبر وجلس على شفير القبر. يا قلب ذوب ويل يا دمعي يا دمعي على المات وتصرخ يا ضلعي راعي الليل دنيا على وصاحبها حتى الممات عليله وإن افتقاد فاطمة بعد أحمد دليل على ألا يدوم ربي.